في التقرير الخاص غياب التوعية الحاضر الأكبر في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. جوال زيلي والتفاصيل. مليار شخص حول العالم يعانون من إعاقة جسدية، أي ما يوازي 15% من سكان الكرة الأرضية. بيير نصيف واحد منهم. بعد الإعاقة التي تسببت بها إصابته البالغة خلال الحرب، لم يسمح بيير بأن يشكل الكرسي المتحرك عائقاً أمام مواصلة الحياة بشكل طبيعي، إلا أنه يأسف كون المجتمع يفتقر إلى الوعي الكافي لتقبله هو وغيره من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يبذلون يومياً جهوداً فردية للعيش بكرامة. أحياناً نحن نرفع تحديات كبرى لا يقوى عليها الأشخاص الذين يتمتعون بكامل قواهم الجسدية، يقول بيير. هو الذي يعمل في رابطة كروس رود لمصابي الحرب، يقود سيارة خاصة مستوردة من الخارج في بلد لا يؤمن التسهيلات للمقعدين. ذوي الاحتياجات الخاصة غالبا ما يصطدمون بحواجز يضعها لهم المجتمع، ما يؤدي إلى انعدام المساواة وتهميشهم وعدم توفير الخدمات الضرورية لهم. ثلاثة أرباع شباب بعينه أنه بده يروح يدخلوا جامعة أو يدخلوا مدرسة مش مجهز لا يدخلوا له. إذا بده يروح شباب يسهروا بمطاعم، يعني هلا نحن شوي عملنا حملة على المطاعم لجهزوا كم مطعم بالبلد اللي الشباب فوتوا مرتاحين عليه، انه الانسان بده يكمل حياته بده يكملها بكل شيء، بكل بلدان العالم الدوله هي بتحط قوانين وهي بتنظم وهي بتعمل ممرات للمعاقين وهي بتعمل تسهيلات للمعاقين، ان كان بالشغل ان كان بالمدرسه ان كان وين ما بدهم يروحوا بالبلد. عندنا بالبلد كثير مقصرين، يعني لدرجه انه فينا نقول ما في شيء تقريبا. غياب الدوله وغياب التوعيه هما أكثر ما يعاني منه ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان. يقول بيير إن وزارة الشؤون الاجتماعية تؤمن بعض المساعدات إلا أنها بسيطة وغير كافية. في قانون كانوا عاملين للمعاقين اللي هو 220، والقانون كانوا مبلشين عم بيشتغلوا على أساس عليه، ما لحقوا عملوا خطوة شوي هجمت كل شيء، وحتى الخطوة اللي عملوها وقفت. ونتأمل انه ما نضطر بوقت من الاوقات نعمل مثل ما عم يعملوا غيرنا مظاهرات وينزلوا على الطرقات تسكير طرقات، لان هيئة الدوله ما تفهم الا هيك صايره. الثالث من كانون الاول، اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه، مر مرور الكرام في لبنان، الا ان بيير لا يفقد الامل في ان تتحسن الاوضاع في المستقبل وان يحترم لبنان في يوم مجيد عله يكون قريبا حقوقه الاساسيه كمواطن.